يتوجه أقطاب المعارضة اللبنانية إلى مقر رئاسة الجمهورية للتشاور مع رئيس سليمان بشأن التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري. ورغم تشديد الحريري على أن التشكيلة تراعي التوازن السياسي، رفض النائب ميشيل عون أحد أقطاب الأقلية النيابية التشكيلة. من جانبه وصف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الصيغة الحكومية بأنها تدبير غير مناسبة، وحذر من أنها تزيد من تعقيد حل الأزمة. التشكيلة الحكومية الجديدة قوامها 30 وزيرا على أساس صيغة 15-10-5 التي اتفق عليها سابقا، تضم جميع الكتل النيابية الرئيسية وتراعي التوازن السياسي وتحترم نتائج الانتخابات، كما تعتمد مبدأ المداورة في الحقائب وفق ما أعلنه سعد الحريري إثر لقائه الرئيس اللبناني. وقد أبلغني فخامة الرئيس الجمهورية أنه سيقوم بدرس